وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. أهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. بمناسبة العيد الوطني المجيد في مملكة البحرين، اختارت هيئة البحرين للثقافة والآثار مدينة المحرق القديمة لإقامة ليالي المحرق، لماذا وما هي أهم محطات هذه الليالي؟ يتضمن برنامج مهرجان ليالي المحرق عناصر متنوعة من تراثنا الثقافي الخرمادي كالفنون والموسيقى والحرف والأكلات الشعبية والتصميم، وهي مبادرة لإضافة حراك ثقافي مغاير يجمع بين قطاعات الثقافة المختلفة للاحتفاء بالمحرق. هذه المدينة العريقة المتميزة بطابعها العمراني الفريد والأصيل، والتي تحتضن موقع شاهد على اقتصاد جزيرة مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، علاوة على كون المدينة ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو في مجال التصميم، لما تحتضنه المدينة من شواهد عمرانية فريدة وحرف تقليدية ومعاصرة. تتمركز الأنشطة في ثلاث مواقع أساسية، بدءا بقلعة ماهر والسوق القيصرية والمنطقة المحاذية للمسجد السيادي، والتي ينسجها جميعا مسارات المحرق أو الفرجان، على أمل أن يتم التنقل بين محطات المهرجان المختلفة مشيا على الأقدام لاستعادة طابع المحرق الاستثنائي الاجتماعي والثقافي، والتعرف على ما يقدمه المهرجان من أسواق ومعارض وأمسيات موسيقية شعبية. نعم سعادة الشيخ، هناك أيضا احتفالية موسيقية مع فرقة البحرين الفيلهارمونية في مسرح البحرين الوطني يوم 11 ديسمبر، وكأنكم تجندون كافة المواقع الثقافية للاحتفال بالعيد الوطني. تسعى هيئة البحرين الثقافة والأثار كل ديسمبر لإثراء الحراك الثقافي تزامنا مع الأعياد الوطنية، لما تحمله هذه المناسبات من مكانة عالية لدى كل مواطن، ونركز أن يكون نشاطنا منبثق من تراثنا الثقافي الغني والحي. فكما ذكرت سيكون الجمهور على موعد مع فرقة البحرين في الهارمونية بمسرح البحرين الوطني، ويمتد احتفالنا بالموسيقى ليشمل تفعيل عدد من الدور الشعبية لإتاحة الفرصة للجمهور الكريم التفاعل مباشر مع الموسيقيين والتعرف على التنوع الثري للموسيقى البحرينية، علاوة على ورش الحرف اليدوية المقامة في جسرة ونشاطات تدريبية لصون تراثنا الوطني كالمعسكر المعد لتدريب العرض البحرينية، والتي لاقت رواجا كبيرا من قبل المجتمع، وقد باشرت هذه الدورة في إعداد جيل جديد من المتمرسين لهذا الفن الأصيل. ونتمنى كذلك مشاركة عدد من الدول الصديقة في هذه الاحتفاليات الوطنية كالأمسية الشعرية المشتركة مع سلطنة عمان الشقيقة والعرض الموسيقي في الصالة الثقافية المقدم بالتعاون مع السفارة الإيطالية، متمنين للجمهور الكريم التفاعل والاستمتاع ببرنامج الهيئة الشعبية. نعم سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.